برنامج أمور تهمنا يزيد يتوسع ويوصل صوتكم في 5 جهات جديدة من خلال حلقات إذاعية لتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان عبر 5 إذاعات جمعياتية جديدة بالشراكة بين مبادرة مناظرة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. أمور تهمنا برنامج حواري شهري تسمعوه من نص النهار الماضي ساعة كل آخر أحد من كل شهر على 5 إذاعات: إرادة FM، أمبيونس FM، شمال FM، بوغارنين FM، وكابسة FM. أمور تهمنا، صوت حقوقنا في الجهات.